شو جابك لهون؟ اشتقت لك. صدقتك. قلبي قال لي مها 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 بتجيت فورا. نعيم هات من الاخر شو ليش بتشككي فيني دايما؟ ليش بتشككي فيني دايما؟ صدقيني اني مشتاق لك، مشتاق لك كثير وعن جد هيك صورتك دايما قدامي، بقعد بهالمحل كل ما بعد براد، كل ما بعد غساله، بقول مها مها. مهوش حبيبي؟ اليوم شو اليوم؟ السبت. السبت؟ يعني بكره الاحد مها؟ نعيم قديش شهر قصدي؟ قديش شهر؟ تسعة شهر؟ تسعة شهر يعني تسعة شهر. طيب حبيبي طيب مو تسعة شهر قالت لك هنا انها بدها تيجي من السفر؟ يا لطيف ما اقواك، متذكر اليوم والتاريخ كمان، ايه انا ماني متذكرة قوي انا ما بس مو هيك القصد، القصد يا روحي مشانك انت لانه بتضل رفيقتك وحبيب حبيبي حبيبي، يعني انا بالنهايه كل هذا اللي عم ساوي مشانك انت. نعيم مها اتصلي فيها شوفي اذا اجت ولا لا. تكرم عينك. الو الو سكر نعيم. انت سكري انا ما رح سكر. عم قلك سكر. انت سكري سكر نعيم. بس يلا خلصينا سكري 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 بسرعه. كيفك مدام شو اخبارك؟ انا نعيم. ايه نعيم ان شاء الله الحمد لله على السلامه. شلون الوالد شو اخباره كيف صحته؟ الحمد لله. مها عندك؟ ايه عندي ليكا موجوده. مشتاقت لك كثير كثير مها، ما تتخيلي قديش مشتاقت لك. مو معقول هالمها شو بتحبك، بتموت عليكي. لك لكن لكن اي والله. بعدين مها كتير كتير معجبه بذوقك وبادبك وبثقافتك وباخلاقك. بلحية الو اهلين كيفك؟ سلمي عليها. سلمي لي كتير كتير عليها. كيفهم اهلين؟ اللي لنعيم بيسلم عليكي. اي 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 لا بدنا نجي نزوركم اكيد اكيد. إيه وإيه. وعلى ذكر الإيه يا سيدي أنا بالمدرسة ما فلحت، فايت بمية حيط ترين. مهم شو قالت لي أمي؟ قالت لي بدي أفرح فيك. قلت لها مو مشكلة يا أمي. حملت حالي وراحت على حمام السوق، إجت لعندي قالت لي شو شايفت لك وحدة؟ يوم قدر هالقد طول لبعرض. قلت لها لا قصر يا سيدي. شو بدي أحكي كلك كنت يا ربا. ومن بعد ذاك اليوم أكل كم بهالجيزة عجلة وثانية. التوني والتاني. التاني شافت لي اياها عمتي بعرس مين ما عاد اتذكر، بعرس يمكن اختي. قالت لي عمتي شو وحده بتاخذ العقد باعتبارك اكلت كم بالاولانيه راح اخطب لك الثانيه. قلت لها مو مشكله، جابت لي الثانيه واكلنا فيها كم. والثالثه هون الكم. الثالثه تصور بقى نسواني التنتين جوزوني اياها، حملوا حالهم راحوا على عرس بنت خالتي. قام قالوا لي شايفين لك وحده بتاخذ العقل، نحن داخلنا منها. قلت لهم شو عليه؟ بتجوزها. حملت حالي رحت شفتها شو وش يقبرني تاخذ العقل هيك هالوش طبيعي عين هالقد لعيب. وتجوزناها وهذا الكم الثالث. وقسع ايش ناوي تسوي؟ وسع لالا هلا انا بختار. كيف يعني؟ اكلنا كم بالاولانية عن طريق امي، الثانية عن طريق خالتي، الثالثة عن طريق نسواني التنتين. هلا انا بختار بشوفها حلوة بشوفها بشعة على كيفي انا على مرائي. او لقلكم احذروا شو بساوي، بعطيهم العتيق باخد وحدة جديدة. يعني شلون؟ بعطيهم ثلاثة فوكس فاجن وباخد وحدة شبح. لمكاتبكم لو سمحتوا. يلا بسرعة بسرعة. يا حبيبي يا حبيبي عم قول لحالي ليش إلي ربع ساعة عم رن التليفون وما حدا عم بيرد علي. تاريك غرقان لجوجتك. خير شو بديك؟ بدي اتضرب قهوة. تضربيها روح اتضربيها بمكتبك هلا بجيب لك اياها. بدي اخذ قهوة لسا جميلة. يلا طير.